اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن هشام، ان شاء الله النادي الاهلي غادر القاهره يوم الخميس القادم، هيتجه ان شاء الله للنيجر، مباراه يوم السبت القادم، بدايه البطوله الافريقيه. شايف المباراه ازاي والبدايات ازاي، خاصه الاهلي هيلاعب في دور 32 الحرس الوطني بطل النيجر؟ يعني خلينا نتكلم على البدايات، دايما البدايات هي اللي بتسمع. البدايات لما بتبقى حتى لو في ال 32 بقى في ال 64 ايا كان، البدايه دايما لما تبقى قويه من النادي الاهلي واللي هو عودنا عليها واللي هو دايما بيلعب على البطوله، ما بيلعبش على ماتش ويسيب ماتش، لا البدايه ان شاء الله تبقى باذن الله قويه للنادي الاهلي. النادي الاهلي اقوى فريق في افريقيا، اقوى بطوله بتلعبها هي بطوله افريقيا، فالنادي الاهلي الحمد لله دايما دايما قوي، دايما كبير. فلما تيجي تلعب مباراه خارج ملعبك وتكسب في البدايات دي بتفرق معاك كتير جدا جدا، وبتدي لك يعني افضليه في حاجات كتير بقى بعد كده، بترجع تبقى على الدوري جاهز، بتشوف لعيبتك كلها، بتدي فرصه للعيبه كلها اللي هي بقى اللي ما دخلتش القايمه تدخل بقى على دوري المجموعات بشكل قوي. فلا البدايات دايما لازم تبقى بدايه قويه، بدايه بيبقى فيها اهداف. مع احترامي لفريق الحرس الوطني ايا كان مين اللي كان هيلعب قدام النادي الاهلي، النادي الاهلي شخصيته اقوى بكتير في افريقيا، لان ده بالتاريخ بالارقام. ومش همشي بالموضوع عشان الناس تقول لك ايه بالتاريخ والارقام، انت ممكن تبقى الكره فيها العجب. لازم كل مباراه لوحدها بتعامل مع المنافس باحترم وبقدره، يعني طول ما انت بتحترم المنافس حتى لو هو ضعيف هتلاقي نفسك انت شخصيتك وقوتك وقدراتك الفنيه بتفوق بشكل كبير جدا، تقدر تكسب واحد واثنين وثلاثه وعشره، تعمل ريكورد كويس جدا لما يبقى عندك شخصيه. فالنادي الاهلي عنده ده، عنده كل الامكانيات ديت، عنده الشخصيه وعنده القدرات الفنيه وعنده الامكانيات البدنيه وعنده الامكانيات الماديه، كل ده موجود في شخصيه النادي الاهلي.